اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه 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 من داري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانة واخدة برشام. فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطة. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه. اسمع القصة وخلاص. التلاتة دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. أم جيميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها، وراح راسم خريطة وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جيميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة. حلو قوي، حدوتة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي، يمكن أهي اللي هو في الساعة مبندول. إيه الساعة مبندول دي؟ مفيش أي حاجة هنا جوه. ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعي وسعي. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش. في شاكوش هنا يا عم بندق؟ هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تقرا، انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش. طمن. لا طمن طمن. هاني. ايوه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب أيًا كان اللي جوه واضح إن هو حاجة صغيرة. بصوا يا جماعة، لو ما كانش أتليست حتة ألمازة قد كده يبقى إحنا اتخرب بيتنا. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟
هاتي الهبل ده. استنى كده رجعها هاني. يا جماعه في حاجه جوه. حاجه جوه ايه دي؟ حصاله. هو جدكم كان شال الكنز وهو في ثالثه ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس. ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجه اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننه كتير كده من اطوارة، يبقى احنا اكيد اكيد ديفينتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاطوارة اللي هتحصل. يا رب. في حاجه؟ ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على الأربعة يبقى 570، ويبقى أنا كده خدت حق يا جماعة، ويبقى فاضل لي جنيه وأنا مسامح فيه. يعني إحنا قاعدين ندور على كنز عشان في الآخر لا مؤاخذة يطلع جنيه ذهب؟ أه، ما أكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب هاتوا يا جماعة، استنوا يا جماعة، أكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات أكيد أقل من الحاجات اللي إحنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجة يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجة على فكرة، انت كسبتي، كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكرة. هو المهم لمة العيلة. جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا. بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم، انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجي بهم من السجن. لا، عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا لا، انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا تغيرتش. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي اهو. خدي حلال عليك. يعني جدكم ده، يعني الراجل الميكي دوت، ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطت لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييك عمل لهم لعبه كبيره زي اللعبه الصغيره دي للثلاثه، واداها لهم مكافاه عشان حبهم لبعض.
انت بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي، انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك، جدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي، وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو، ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو كده زي ما اكون بتعمله منبار، واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور، ده اتعور من كتر والله. عارف ده بيتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب، وانا ما قلت انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز، الالغاز بس بتسالوا الالغاز، ما سالتونيش على الفلوس ده. صح صح صح. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ في حاجه جوه. هو فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرجوا نشوف في ايه. ماشي بس بقول لكم ايه، سيبوا مين انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره؟ سيبونا انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي تعالى بس كده. تفتح ايه؟ هعمل حاجه هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه ادي الشاكوش يا شوشو. حرام عليكم، حرام عليكم. اسمع انت فين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مصدق نفسي، حاسس اني بحلم، حاسس ان ضربات قلبي مش منتظمه، ونص وشي الشمال منمل، وايديا بتترعش جامد. يعني ايه يا سيف؟ هيجي لك جلطه من الفرحه؟ ما انا كده لما بفرح زياده
بيحصل لي مضاعفات. لا يا سيف لو سمحت اهدى، مش هينفع يحصل لك اي حاجه وحشه النهارده. انا عايزه بعد الفرح انزل صوري على انستغرام وكل الناس تعرف ان انا حياتي بقت كويسه ومظبوطه وان كوين ان از باك، وان شاء الله لما نرجع بيت بابي هبقى اطلب لك دكتور. بابي ايه؟ لما نروح بيتنا. ما هو بيت بابي هو بيتنا. لا بيتي انا هو بيتنا. لا معلش نو واي عايش في البيت الصغير الكلاسيك اللي كله كتب ده، انا بحب المودرن. تاني يا نيلي تاني رجعت للعجرفه دي تاني؟ سوري حبيبي انا اعيش معاك في اي داهيه. انا هبقى اعرف اظبطك ازاي. شريف يا سو يلا يا مامي يا مامي. ايه ده انت مين؟ صحيح مين اللي جو ده يا جماعه؟ ثم ده فرح مش افتتاح محل. معلش يا بابي بس شكله حلو معانا في الصوره. يلا اوكي. العفو شريهان تعالي معايا بليز، عايزه قاعده للدريس. ماشي انا رايحه التواليت. باي 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 يا خالد. مبسوطين قوي، مبسوطين انكم حليتوا اللغز. اضحكوا وانبسطوا، انتوا مش عارفين ايه اللي هيجرى لكم لسه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده جدو ميكي؟ تقريبا. انت مين يا حاج؟ انتوا اللي مين؟ انا نيلي وانا شريهان. وانا فطوطه. نهار اسود، جدك لحس لي مخ. يلا يا بت يلا. اوعى حد يقول حاجه، اوكي؟